الصحراء وبهجتها ويا مجمل الرمال. لأنها بلاد الجمال والاختلاف والحداثة، ولأنها تستحق أن تكون وجهة سياحية مميزة للتنوع موروثها الحضاري وتعدد معالمها وبهاء بحرها. انطلقت في تونس فعاليات أيام قرطاج السياحية في دورتها الأولى، تظاهرة لم توقفها العملية الإرهابية الأخيرة، بل تحدت الإرهاب انتصارا لثقافة الحياة، وواصلت نشاطها بهدف أن تكون تونس كل يوم أحلى. حبينا من خلال التظاهرة دي الترويج لصورة تونس داخليا وخارجيا، وخاصة يعني تطوير الطرق الجديدة والحديثة وتطويحة للترويج للقطاع السياحي. توقعات باستقبال 9 ملايين سائح وبلوغ الحجوزات في عدد من الفنادق السياحية نسبة 100%. هذه الأرقام الإيجابية أتت بعد التغلب على المصاعب الأمنية، فيما وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لتأمين الموسم السياحي، ومن المنتظر تجنيد أكثر من 30,000 أمني لتأمين الشواطئ ومراقبة مداخل المدن السياحية والوحدات الفندقية. المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها ضابطة مختلف الخطط، وإحنا مواصلين في الخطط متاعنا اللي هي حماية المناطق السياحية، ومن وراء ذلك حماية كل الأنشطة، منظومة أمن الحدود، منظومة مكافحة الإرهاب، منظومة الأمن السياحي. تونس بدأت تستعيد عافيتها وموقعها في السوق الدولية، فبعدما استقبلت العام الماضي أكثر من 8 ملايين سائحا، تستعد هذا الموسم لتحقيق أرقام قياسية تعيد إليها مكانتها السياحية وتحقق لها انتعاشة اقتصادية. لن تنجح العمليات الإرهابية في إفشال الموسم السياحي الواعد الذي يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، التي كانت وستظل وجهة السياحة للآتين من مختلف دول العالم. سميحة البغانمي، تونس، الميادين.